بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أستاذ وليد المعداوي من JFX Academy.net، ونبدأ نكمل السين رقم 2 في الشوط الأول. بداية أنا عايز أعدل الباك جراوند اللي ورا عشان أقدر أحرك الطيارة كويس. هعدلها إزاي؟ هعدلها بكذا حاجة. هاخد الـ Null Object، أعدل الطيارة بالشكل ده، وأجي اعدل الفيو بورت كده، من الاوبجكت واجي من هنا كده الفيو بورت، وكده بالشكل ده في النال اوبجكت بقى ابدا احرك لحد ما اوصل نتيجه كويسه. اهو كده الفي بورد. انا همسك البلين نفسها واخدها بالشكل ده كده، اوكي، واجي كده ورا اوكي. هيجي بقى هنا وهنقرب شوية الطيارة وابتدي اشتغل على التايم لاين. هقفل الاوتو كي ده عشان هو نزل لي كي هنا، كل ده عمال بشتغل وناسي الاوتو كي خالص، كان المفروض من البداية خالص ان انا اشيله. فاحنا هنعمل هندخل بقى الكي فريمز نفسها على الطيارة نفسها. تمام، المرة دي هنقول insert key frame، وفي الاخر برضو insert key frame. بنيجي بضغط بوز كده واجي على الرايت واجي امشيها شوية كده في المحور زد لغاية اعتقد ان هي هتبقى مثلا كده. هنبص برضو على الشوت بتاعي. كده مهنج البرنامج. هروح على الشوت بتاعي، هروح عند اول شوت كويك تايم. واجي كده مثلا تقريبا يعني معظم الطيارة من فوق ظهرت، اللي هو الجناح اللي فوق اللي ورا. تمام، يعني هي تقريبا كده، تقريبا هتبقى بالشكل ده. هنشوف بقى الحركة، هنوسع التايم لاين كله. انا ما خدتش كي فريم، انا ما خدتش كي فريم في الاخر خالص. طيب تاني معلش كده، وهاخد ده او هنعمل تيرن اوتو كي عشان يسجل بقى على طول الكي فريم بتاعي، واجي هنا اقول له اوكي، بنزل لي اوتوماتيك كي فريم وعمل لي الحركه بالشكل ده. هنيجي كده ونقول له بلاي. لو انا شايف الطيارة بدأت
بطيء، وبعدين خدت سرعتها العادية، وبعدين انتهت بطيء. ده ليه؟ من الكيرف، من اف كيرف. هنعمل هنا كليك يمين ونقول له شو اف كيرفز. انا كنت شغال على فقط المحور زي او زد، تمام. ممكن ناخد الاثنين دول اكس و الاكس والزد، هناخدهم الاثنين ونقول له خلي لي الحركه ما فيهاش لا بطء في الاخر ولا حاجه، هتبقى على طول. الكي فريمات اللي على المحور واي انا مش عايزها، ديليت. وممكن كمان على المحور زد دي ديليت هي كمان، بس خلينا ندلت ونشوف كده برضو. لا، يبقى انا عايز هي بتبعد شويه، او عايز اعمل كنترول زد عشان تظبط معايا. لو انت شايف بقى الحركه دلوقتي خلاص بقت بادئه بسرعه واحده ومنتهيه بسرعه واحده، الا اذا لقينا حاجه برضو هندقق شويه في السين ده. حركة الكاميرا بقى، احنا كده عملنا حركة طيارة عادي. حركة الكاميرا عشان تبدأ تتبع الطيارة بالشكل ده، انا ملاحظ ان الكاميرا واقفة في مكانها والطيارة بتبعد عنها شوية وخدت اتجاه كده يعني بعيد شوية. ازاي نعمل الكلام ده بالكاميرا؟ تعال نشوف كده مع بعض. هنيجي هنا ونقول له اعمل لي كاميرا، تمام. انت كده دلوقتي جوه الكاميرا. لو انت جيت ضغطت على البلين وجيت قلت له مثلا نورت دي، هتبقى انت شايف البلين من خلال الكاميرا دلوقتي، تمام. لو انا جيت بقى رحت على الكاميرا وقلت سينما كيك من سينما 4D تاكس، وقلت تارجت، هيقولك ايه التارجت بتاعك؟ اقول له التارجت دي البلين بتاعك. تعال نجرب الطريقة دي ما نشوف كده هيحصل ايه. طبعا هو نزل لي الكاميرا بمزاجه شوية، تعال نشوف هنعدل ازاي. نقفل دي خالص، هتلاقي نفسك داخل على دخلت على البرسبكتيف، او خلينا في الكاميرا دلوقتي. ممكن نعدلها شوية من هنا من الأداة دي. بقى كان عامل اوتو كي عشان الحاجة اللي انا بعملها سيف، انا بعدل على الكاميرا دلوقتي. اوكي، خلينا بقى نروح جايين مثلا كده. عايزين نشوف الكاميرا بتاعتنا. لو احنا جينا حركناها من هنا هتبقى بالشكل ده. لا، انا مش عايز احرك بالطريقة دي، انا عايزها تاخد، انا عايز بس اشيل التارجت ده الاول. شلت التارجت، هتبقى الكاميرا عادية. لو انا عملت بلاي مش عايزها كده، انا عايزها من هنا. هتبقى بالشكل ده. هنجيب الفريم ده في الاخر وهاجي اظهر ده كده.
شايف انت طلعت فوق فين شوية كده، بعمل ريفاين عن طريق الفي بورت او عن طريق الاف كيرفز موجود عندي تحت اهو. لو انت ملاحظ هنا تعالى زوم فريم، يمكن كمان ملوش لازمه ورا كده كمان، ده هو بره السين خالص هو كده، عشان بس ما يطلعش معايا الطلعه اللي انا شفتها. وبرضو هنقيس او هنختبر الحاجه بتاعتنا ستوب، في طلعه برضو بسيطه. انا ممكن اشيل ده ديليت خالص واجي هنا ده اكبره او اديه في الاخر، هتتظبط معايا مفيش مشكله. بلاي يبقى انت ضمنت بالظبط حته انك تمشي بالظبط بنفس السرعه بتاعت الفيلم بتاعك. حته بقى الكاميرا، نيجي نطلع من الكاميرا خالص ونشوف فين موضع الكاميرا بالظبط، نبدأ نظبطها. كاميرا اهي، تمام. طيب تعالى بقى نشوف تكتيك الحركة عشان اقدر اعمل الكاميرا تاني. هعمل كاميرا، هختار تارجت كاميرا، ولما باجي بضغط على دي يبقى انت كده داخل الكاميرا. انا اللي يهمني الكاميرا دلوقتي، ممكن اضغط على البوز وهنبدأ اعدل في وضع الكاميرات من هنا، تمام. فانا هاجي هشوف كده الكاميرا فين، اهي شوف هنا برضو وضعها نفس الحكاية. واجي بقى شغلها من هنا كده. عايزين التارجت بتاعها، التارجت بتاعها هناك اهو، هنخليه على الطيارة. وهنيجي على الكاميرا نفسها وهاجي اقرب بالشكل ده كده، طلع فوق من الطب. واجي هنا اظبط بقى الوضع بتاعها بالنسبة للطيارة من على الرايت، واجي من على الفرونت لها زوم بسيط. أوكي. هاجي بقى عايز اشوف الحركة بتاعت الطيارة نفسها، تمام. انا كنت وعملت بوز كده وشلت حركة الطيارة، كنت بجرب حاجة كده. هنيجي على البلان نفسها واجي اروح مرجعها لورا، ودي البداية بتاعتنا. هروح جاي عامل كي
وفي اخر فريم راح جاي واخد الزد من الزد، اوكي، وماشي بيها كده، وراح قايل له فريم انسيت كي فريم. ده كان اول حاجه. ده دلوقتي عملنا احنا حركه على الطياره، بقت قدام الكاميرا عادي مفيش اي مشكله. هنعمل بقى بالكاميرا حاجه بسيطه خالص، هتيجي على الكاميرا نفسها، هي دي، وهتيجي تعمل على اول فريم انسرت كي، وعلى اخر فريم انسرت كي فريم. اخر فريم هتبقى الحركة بالشكل ده مثلا، هتبقى كده، نشوف برضو الشط. انا عايز الوضع ده تمام، هتكون بتبعد شوية. لو انت لاحظت هنا هتبص تلاقي هنا المسافة بين طرف الجناح واخر الشاشة، هتبص تلاقيها هنا تقريبا متساوية، تقريبا الجناح اللي ورا، ممكن نرجع الطيارة ورا شوية، او نعمل لها زوم كده، بلاش زوم، خلينا كده. طبعا شكل الطيارة يفرق كتير لان ده غير ده خالص. تمام، هنعمل برضو روتيشن، بسجل نشك كيف رمات عملت معانا على طول، رجعتك تاني. هتبقى طيارة تقريبا على اخر فريم، احنا عايزين اخر فريم ده، وهنبدأ نسجل بقى الحركة لما نظبطها خالص. اخر فريم هيبقى المنظر ده، هنوصله ده دلوقتي.
تارجت فين؟ تارجت ورا، هخليه على الطيارة، تارجت هنا على الطيارة اهو. ممكن نحرك التارجت نحط عليه كي فريم، ونحط على الكاميرا نفسها كي فريم برضو عشان نظبط. خلينا نعمل هنا كي فريم الأول على التارجت، ونخلي التارجت هنا برضو عليه كي فريم عشان يعمل لي بالشكل ده. هحرك بقى التارجت كاميرا، بس اظبط الاول الكاميرا بتاعتي برضو. تقريبا نفس الزاوية مع اختلاف شكل الطيارة برضو، بس تقريبا يعني نفس الزاوية دي. هنحط عليها كفريم على الكاميرا نفسها عشان تبقى عاملة زي كده. التارجت ممكن نحط فريمات عليه بسيطة، بحيث انه هيكون مثلا في الاخر كده كي فريم، وهنا دي هتكون من هنا كده كي فريم عشان نوصل بالحركة بالشكل ده. برضه عايز اظبطه شوية باكن الانيميشن. الانيميشن بالذات بياخد وقت شوية عشان تقدر تجيب نفس الحركة، فانت ما يعني ما تزهقش، ولازم تطلع الحركة اقرب الى الواقع او اقرب الى الحاجة اللي انت بتعملها محاكاة. فانت بتصبر شوية بانك تعمل تعيد الحركة مرة واثنين وثلاثة لغاية لما بتظبط معاك. هنطفي الكاميرا شوفها هي فين اهي. افتحها تاني. هنيجي هنا عايز اخلي بقى الطيارة في اول فريم، الفها شوية تكون كده مثلا كي، وفي اخر فريم هخليها كده، او حاجة بسيطة مسجلش الكي فريم يروح مرجعك تاني على طول. هنا انسيرت
الفريم الاخير او الفريم الاخير هنيجي ونعمل روتيشن سوري للبلين نفسها. انسرت وانا مش عارف ليه بصراحة ما بيقيدش او ما بيضيفش الجهات، يعني شايف انا بعمل كي هنا وبعمل كي هنا، وانا قافل روتيشن، انا قافل روتيشن. ودي بقى اللي انا كنت بقولها من الاول، يعني لازم تبقى عارف. فايت عليا انا دي، انا بقولها لك وفايت عليا. لازم تبقى عارف ان فاتح الروتيشن عشان تبدأ تنزل عليها كي حركة. وهنا الروتيشن ده اوكي. هنيجي بقى نعمل بلاي، هتبص تلاقي بقت بالشكل ده كويس. هاجي بقى على الطيارة واجي انا كليك يمين، نقول له شو بلاش تراكس، خلينا في الاف كيرفز. تمام، هتيجي تقول له هنا ما تظهر ليش كل حاجة، هنسيب الروتيشن سموز. ده الروتيشن هنسيبه سموز لان هو لما بيجي بيقفل كلوز على الطيارة في اخر فريم، انا عايزه يعني الطيارة بتلف بطيء وبعدين بتلف تاخد وضعها عادي وبعدين تنتهي بطيء عشان يبدو ان الروتيشن فيه نعومة شوية. انما بقى البوزيشن لو الطيارة كانت بتتحرك من هنا لهنا، خد بالك انا كل ده حركت مين؟ حركت الكاميرا. تمام، فهنروح جايين مثلا ونقول له الاختيار ده، لو ده اللي انا محتاجه من حركة الطيارة. الباقي بقى هعمله داخل او نعمله بداخل الكومبوستنج او داخل الافتر افكت. خلينا كده ونشوف الحركة. ما اعتقدش ان دي برضو الحركة لان الطيارة ما كانتش تيجي في نص كده، الطيارة كانت تقطع لغاية هنا في المشهد. فهاجي عند هشوف ان كنت اقرب شوية في اخر فريم، هنقرب كده ونطلع فوق. مش مشكلة بقى لان انا فعلا حجم الطيارة مش في حجم مش مشكلة، ممكن تتظبط برضو داخل افتر بالنسبة لحجم الطيارة، لان انا مش عارف اجيب او الطيارة مش مدياني فرصة ان انا عارف اجيب الحجم بنفس الحجم او هنا. يعني انت شايف هنا الطيارة ورا، انا لما باجي بعمل حاجة زي كده بتبص تلاقي الطيارة من قدام. ممكن احاول برضو نعملها بطريقة تانية، نجيب دي بالشكل ده.
insert keyframe. وده الشكل النهائي بتاعها. ممكن دي كلها بتتحكم من داخل افتر افكت، تبدأ تصغر الحجم شوية لانها تطلع الريندر بتاعها يطلع سيكونس كله، يطلع صور، فانت بتاخد الحجم بتاع الطيارة تبدأ تصغره شوية. بس لو عملت كده لازم تكون الطيارة كلها جوه الكادر، ما يبقاش الجناح مقطوع كده، لان لو انت صغرتها مش هيظهر لك الجناح بتاعها خالص. فمثلا هنبعد شوية، هنبعد شوية وهنخليها كده افتراضي. اوكي، واعتقد ان كده احسن كتير. ده كان المطلوب من في خلال الحتة دي. يمكن قعدنا فيها كتير شوية لان انا كنت عايز بس يعني اطلع الموضوع بالظبط نفس الحركة بتاع الطيارة. بس هي اعتقد انا في وجهة نظري كده احسن شوية بالنسبة لمقاسات الطيارة اللي عندي. ونفس التايم بالظبط، مفيش اي مشكلة. نبدأ بقى نخش على السين 3 في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.